من دمشق مشاهدينا ينضم الينا الدكتور سليم الخراط الامين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي. دكتور سليم اهلا ومرحبا بك مجددا على شاشتنا. يا اهلا وسهلا. بدايه وكاننا نلمس يعني من تصريحات الاسد اعتراف واضح وجلي بوجود الميليشيات الايرانيه بسوريا عبر تغيير المفردات يعني من مستشارين ايرانيين في السابق، اليوم يتحدث الاسد عن وجود متطوعين. ما تفضل به السيد الرئيس بشار الاسد ليس خافيا على احد. نعم. وليس بعيدا عن متناول احد. هذا الامر منذ ان تمت الازمه وابتدات الازمه في سوريا، انتم تعلمون عدد القوى التي دخلت الى سوريا وعدد القوى المتحالفه مع سوريا التي اتت لتقاتل الى جانب الجيش العربي السوري في مرحله القتال المستعره ضد الدوله السوريه وضد نظامها وضد سلطتها، وهي مهادفة أولا وأخيرا ضمن أجندات محددة كانت ترسم إلى أبعاد استراتيجية في تقاسم سوريا في أجزاء. الهدف منها واضح تماما هو الضرب بيد من حديد على هذا النظام القوي الذي استطاع أن يفرض الهيبة العربية في المنطقة، هيبة القوة العربية من خلال الاستمرار في فرض القضية الفلسطينية بوصلة رئيسية لكافة القوى الوطنية العربية في العالم كله. الرئيس الأسد عندما تكلم تكلم من منطلق الواثق من نفسه ليس من منطلق الإنسان الضعيف، كان يتكلم عن ولكن يا دكتور سليم يعني هاي الهيبة عاد الهيبة العربية النظام الحالي السوري خلال قضية فلسطين، يبدو بأن الهيبة في الدولة السورية لم تعد متواجدة حتى تتواجد في فلسطين. اليوم نتحدث عن اتفاق روسي تركي في تل رفعت والدولة السورية غائبة. اسمعني اسمعني، لو سمحت طلبتني لأتكلم. لا توجد هيبة عربية في أي دولة عربية، وأنتم تعلمون لا وجود لأي دولة عربية لأنها كلها برتاينة لأجندات من يشغلها، حتى هم في الخليج جميعهم في الخليج. وتكلم ترامب علنا، اياكم ان تتحركوا، نحن من صنعناكم ونحن من ينهي امركم. لنتكلم بمنطقيه وواقعيه. نعم. نحن نقاتل من اجل امه عربيه، من اجل سلطه الدوله، من اجل الدفاع عن سوريا الكرامه، سوريا الحق التي لن يبقى غيرها. نعم. في مواجهه الصهيونيه وعملائها. نعم دكتور سليم، يعني اليوم هناك تغيير لافت صراحه يعني بالتصريحات كي لا نذهب بعيدا عن الموضوع. يعني حتى ظهر مبارحة لم يكن يوجد اعتراف واضح وصريح لا من الساسة الإيرانيين ولا حتى من مسؤولين نظام عن وجود متطوعين إيرانيين، اليوم هناك تغيير. لا لا، حتى معكم أنتم بالذات أكثر من لقاء قلت لكم هنالك متطوعون إيرانيون يتعاونون معنا، وهنالك متطوعون حتى من الشيشان ضد الشيشانيين. نعم أنت قلت دكتور، أنت قلت، ولكن مسؤولين نظام الإيرانيين لا يقولون. طب في سياق آخر دكتور، يعني فيما يخص الجانب السوري شتانا ما بين يا سيد الفاضل. نعم. أن تأتي قوات إيرانية وأن يأتي مستشارين يقودون قوات شعبية إن كانت مستوى إيرانية أو غير إيرانية حتى ولو كانت أفغانية، هذا الكلام نحن نعمل عليه ونفهم أين يأتي. طب دكتور سليم أود أن أسألك، أن يواجهوا بمن يقاتلهم صحيح. نعم. وهنالك مرتزقة أيضا في العالم يقاتلون ضد كل القوى، لكن للأسف الشديد في سوريا عندما قاتل الجيش وكان وحيدا على الساحة الوطنية في البداية، وعندما كان يواجه تلك المحنة الكبيرة تلقى تلك المساعدات من قوى عربية رديفة ومن شباب عربي وقف إلى جانبه، وهذا واقع موجود. نعم. وهو ما تخاف منه إسرائيل، انتبهوا لهذه الملاحظة. ما يقلق إسرائيل هو هذا التواجد الذي هو اليوم واقع وحقيقة. نتكلم بواقعية. نعم. ستخرج إيران وستخرج حتى روسيا، لكن هنالك اتفاق على قواعد هنا وهناك ان كان مع روسيا او ان كان بالتعاون مع ايران على اعمال استشاريه ما في مجالات استراتيجيه اخرى. لكن دكتور سليم، يعني اعذرني، يعني فيما يخص روسيا بالتحديد، روسيا تحدثت عن وجود طويل الامد في سوريا، ولكن حقيقه ليس هذا موضوعنا الان. فيما يخص الجنوب السوري هناك تطورات، الاسد يقول بان المشكله من يعيق الحل في الجنوب هم الإسرائيليين والأمريكيين، ولكن أنا أود أن أسألك، أود أن أسمع رأيك أنت برأيك فضل. فيما يخص الجنوب ما هي المشكلة الرئيسية باختصار لو سمحت كي يأتي السؤال؟ بكل بساطة أن يخرج كافة المسلحون وأن يعود الوضع الراهن السابق إلى ما هو عليه للاستمرار في المفاوضات العسكرية على ضوء أزمة سورية. لكن هنا سنعلم تماما
أن سوريا لن تقبل بأقل من استرجاع كامل الجولان. ولأؤكد لكم ذلك، عندما نادت إسرائيل إلى قوى الأندوف، إلى قوى الأندوف لتعود مسرعة إلى الجولان السوري، وتطالب من خلال نتنياهو عندما ذهب إلى روسيا والتقى معه أثناء العرض العسكري، كان هنالك مطلبا حقيقيا، يجب أن نخرج من هذا القلق، يجب أن تضمنوا لنا أن سوريا لن يكون لها أي عمل في المستقبل ضد ما يهدد أمن إسرائيل والمنطقة. تمام دكتور. طيب فيما يخص يعني الدول الضامنة لاتفاق الجنوب، الأردن إسرائيل عفوا الأردن أمريكا روسيا، يعني الجميع هم يتحدثون أن المشكلة الأكبر تكمن بالإيرانيين، حتى على حدود الجنوب الأردن وإسرائيل لا يرضون بقبول، لا يقبلون بالميليشيات الإيرانية، وبالتالي المشكلة الأكبر تكمن في الإيرانيين. الأسد يقول أن المشكلة تكمن مع الأمريكان والإسرائيليين. الأردن مسكين خارج اللعبة كلها لنبع نبتعد عن الأردن، أنتم تعلمون واقع الأردن. الأردن ملتزم بسياسة النائب بالنفس صراحة. نعم. ليس النائب النفس، ولم يستطيع النائب النفس، وهو تكلم كثيرا ولا يستطيع أن يقف في وجه ما جرى، ولذلك وقف صاعه الدول العربية ومنحته تلك المليارات ليستطيع أن يخرج من أزمته، لأنه سيسقط كان في لحظة واحدة. كان هنالك داعشيون جاهزون لضربه في عقل داره، ومن وقف معه لو تعلمون كانت سوريا هي من تقف معه، وهذا لا يعلمه أحد حتى اللحظة. وقفت مع هذا النظام الذي يدعي نفسه الهاشمي، وقفت معه سوريا في الصل، واستطاعت ان توصل معلومات كثيره للقضاء على ما كان سيجري، لانها لا تريد الاردن الشقيق ان يقع في هذه المساهه ولا ان يسقط في هذه الحرب المستعره. طب دكتور سليم، في الوقت يعني الذي يكثر الحديث فيه عن انه وجوب الاتفاق في الجنوب، هناك تعزيزات عسكريه لدمشق، هناك تعزيزات او مناورات عسكريه للاسرائيليين في الهضبه، كيف نفهم كل هذه التناقضات؟ اتفاق، حديث عن اتفاق بينما نشهد تعزيزات وايضا قصف، تتحدث مصادر كثره مؤخرا من قبل النظام على درعا. ضغط متكامل، امر واقع عوده الجنوب بكامله، ضغط متكامل باتجاه الجنوب، لن ننزل الى الجنوب ولن نقف على الحدود الإسرائيلية النهائية ضد في مقابل إسرائيل إلا بخروج الأمريكان من التلف. كل الأمور مرتبطة في بعضها البعض. بالنسبة للمنطقة الجنوبية لا خيارات ولا مساومات، لا هنا ولا هناك، إما حرب ضروس حتى استفزاز كامل الإرهاب من المنطقة الجنوبية، أو المفاوضات والمصالحات والتي هي الحد الوحيد التي تقدم فيها الرئيس. لكن للأسف الشديد هنالك كما في الظل كما في الخفاء هنالك قتلوا مجرمون، قتلوا بعد رجال المصالحات. اذا هنالك امور تجري بشكل صحيح وواضح لعوده كافه المناطق في المنطقه الجنوبيه، ونحن نعمل عليها، ولي الشرف انني اليوم على راس مجموعات كبيره تتجاوز 7000 مقاتل سيعودون الى سوريا الى حد الوطن، وهذا شرف لي انا في حزبنا حزب التضامن الديمقراطي، وشرف لائتلاف قوى التنسيق الديمقراطي. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات ولهذه المداخلة الكريمة. الدكتور سليم الخراط الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي حدثتنا مباشرة من دمشق.